قالك تعاودي شي لايف شحال من صحافي الله اعلم ما عرفتش بزاف اللي باغيني دابا ماشي مشكل عاودي احنا ماشي مشكل طلعوا البوز نطلعوا البوز خديجه باغا طلعي البوز طلعي البوز مرحبا حايدي سيري وانا خديجه ما تنسمحش ليك وما غنسمحش ليك والله ياخذ الحق ولكن انت اللي قلتي لبنتك قولي الكينه ديال الطوب السلام عليكم خوتي المغاربه انا هي سوسان اللي متهمه في قضيه ديال هبه الله يرحمها انا اللي باقا تنقولها وتنعاود نقولها انا غنقول لكم الصراحه واللي كاين واللي كنقولوا باقا كنعاود نقولوا ما عنديش انتقادات في الهضره ديالي انا ديك السيده خديجه هي اللي قالت لبنتها كولي الكينه ديال الطوبه على وديت خبزه ديال الكبده على وديت خبزه ديال الكبده قالت لها خوها قال لها ذوقيني هي وقالت لي لا وهي مولفه ديما كتجيب ليه معاها ساعات ولا عادي دارت خديجه قالت لها علاش قولي ليه ما نعطيكش وهذاك هذا ماشي خوك وانا عندي الخير فيه وانا بعدي مني ونعرفك ما راكولي الكيله ديال الطوبه يا اللي باك ما معترفش بيك يا اللي امك مجلساك معاها على وديتي انا وما كنتش انا كون خرجتي للزنقه وما عندكش فين تمشي قالت لها كولي الكينه ديال الطوبه بقات عليها كولي الكينه ديال الطوبه نعرفك مرا عاودي كوليها عجبيني وعاودي كوليها تما فين عرفت البنت انا فايته الكينه ديال الطوبه كلاتها على وديت خالها عتقوها مده قليله منين بقات عليها كولي الكينه ديال الطوبه عجبيني دوك دو معتمسي خليهم عند بواك ما تبكيش عليا انا البنت بقات تشوف فيها الوقيته اللي بصح خديجه قالت لكم انايا بقيت نهضر مع هبه بعيني وقلت لها هبطي لا انايا الوقيته اللي بقات المرحومه كتشوف امها وكتقول لها هي خديجه كتقول لها كولي الكينه ديال الطوبه عجبيني وعاودي كوليها وكاع ما غنتسوق ليك هي اللي باك مخليك هي اللي امي دايما فيك خير ومجلساك معاها واحد الساعه باش عندي المرحومه ويدي لي براسها بحال هكا وانا ندير لها بعيني بحال هكا زعما داكشي اللي كتفكري فيه ولا هادشي اللي زعما تتقول لك زعما تحاولي تفكري فيه ما ديريش في بالك درت لها براسي بحال هكا صافي هبطات المرحومه هبطات مشات للدار صونات على خديجه انا باقا جالسه مع خديجه كتقول لكم خديجه انا قلت لها هبطي وهبطات وتبعتها ياك مشات المرحومه وانا باقا جالسه معاها صونات عليها قالت لها خديجه واش لوح هذيك البيجامه قلت لها انايا بغيتها ترجع ما عنديش غرض بيجامه قلت لها ملي قالت لها واش لوح البيجامه انا نقز قلت لها خديجه قولها جيبها ليا على اساس انا ملي غترجع المرحومه غتنوض خديجه تطلب منها السماحه وتقول لها سمحي ليا فهمتي تهضر معاها حتى انا ام عادي غتجر بنتها وتهضر معاها ما دير في بالها حتى شي حاجه بالعكس ديك الساعه ملي جات المرحومه لاحت ليا بحال هكا البيجامه وقالت لي هاكا الحقيره حيت كنا كنبقاو نضحكوا شنو حتى في الفوكال نعاود نسمعوا لك الا بغيتي تسمعوا شنو كتقول لي المرحومه ملي لاحت ليا البيجامه بحال هكا تما تخافجه بقات تشوف خديجه دارت ويد ليا سلامه سوسان دارت لخوها بسلامه بقات تشوف خديجه وتقول لي ملي كانت هابطه غاده وتقول لي سوسان قولي الكوثر تسمح ليا خديجه ما ناضتش ما تبعاتها ما تسوقات لها ما والو تسوقاتش ليها كاع هبطات المرحومه مشات انا بقيت جالسه واحد ثلث ساعه ولا نص ساعه موراها هبطت مشيت فحالي جيت فحالي للدار لقيتها اللي جيت للدار دخلت ويتصوني عليا البنت ابي الفيديو جاوبتها ابي الفيديو قالت لي فين قلت لها انا يلا لقيتيني دخلت للدار وتقول لي بحال هكا قالت لي شدت السنسله في عنقها وهي تقول لي ياك الملالة سوسان وهي تشوف في هاد الجهه وفي هاد الجهه قلت لها هي ما كذبتيش قلت لها واش جيت جلسي معايا قلت لها اجي وانا ندور على تليفوني قلت لها انت ما كاين معايا حتى واحد اجي جلسي معايا ما نقولهاش لخديجه قالت لي لا غخليني بقات تقول لي شتي خديجه شنو قالت لي يا سوسان سمعتي على هضره كتهضر معايا بيها وانا نقول لها ما غاديش على خديجه دابا طلب منك سمحات وما تدابزو تتصالحوا ماشي مشكل امك هادي قالت لي واش داكشي اللي قالت انا غنطبقه قلت لها بحال شنو على الشيطان وتقول لي صافي يلا بسلامه ملي قطعات معايا صيفطات لي واحد الاوديو مور داك الاوديو عاوتاني صونات عليا ابي الفيديو صونات عليا ابي الفيديو قالت لي لقيتها كتقي في الطواليط قلت لها مالكي قالت لي فيا الوجع قلت لها شنو كاين واش واكله شي حاجه قالت لي لا قلت لها قلبي ليا الكاميرا قلبات تيبانوا ليا الطرفه ديال المطيشه وبطاطا ولي بات وداكشي بحال الصفوريه
قلت لها شنو واكله؟ غير قولي لي شنو واكله. كتقولي لا ما واكله والو سوسان. واحد الوقيته اللي بقات تتقيه بزاف وقيله تزيف عليها الحال، وهي تقول لي سوسان عشقيني مصابني شي تقطعوا. وهي تلوح التليفون، لاح التليفون تيبان لي غاسقف. جداتها كتقول لها مالك يا هبه مالكي مالكي. انا كنقول هبه هبه هبه، حتى واحد ما هز التليفون. الوقيته اللي قطعت مع هبه قطعت داك ابل فيديو، وانا نصوني على امها، صونيت على امها قلت لها الو خديجه نوضي نوضي اعتقي بنتك بنتك تتموت. قالت لي شناهي؟ قلت لها نوضي اعتقي بنتك وبنتك تتموت تتقيا نوضي اعتقيها. جاوبتني بهذا المصطلح هذا. قالت لي علاش تعيط لك انت وما تعيطش لي انا اللي امها؟ انا غنمشي نكمل عليها. وبقات تعيا فيا انا قطعت. ملي قطعت التليفون ما عاود صونيت عليها. انا نعست فقت، صونيت على خديجه نيشه لقيتها مصونيه عليا هي وواحد البنت وبات ولدي لقيتهم مصونين عليا. صونيت على خديجه نيشه، صونيت عليها وانا نقول لها الو خديجه فين؟ كتقول لي انا جايه من المستعجلات. قلت لها علاش شنو واقع؟ وهي تقول لي رهيبه كلات السم ديال الطوبه وهما شادين لي في المستعجلات. قلت لها واش نجي عندك؟ قالت لي لا انا قريبه لك انا جايه عندك. جات عندي هي وولدها، ولقيتها اللي جات عندي راه ماتت البنت. تنشوف الولد انا مصدوم باش عندي هي والسيده اللي معاه. لقيت هذيك الوقيته راه البنت ميته، كتقولي انا لا باقا حيه غنمشي ندير لها الكاشه والمخده. ما هي مصدومه كتبان ليا، ولكن زعما مبينه بان البنت ماتت ولا هادي. لا ما كاينش هادشي هذا. قلت لها نمشي معاك السبيطار؟ قالت لي لا. قلت لي انا غنمشي ندي خوها للدار يرتاح وشويه وغنطلع عندها. قلت لها صافي. مشات، انا صونيت لها مع شي 8 الصباح 8 ونص. قلت لها الو خديجه امضى شنو كاين؟ باش تقول لي هبه ماتت سوسان. انا صحاب ليا كضحك. قلت لها كيفاش؟ قالت لي ماتت. دوزات لي السيده اللي معاها قالت لي بصح سوسان ماتت هبه. قلت لها واش كضحكوا عليا؟ قالت لي لا ما كنضحك. جات لي انا قربت عاوتاني حدا الظهر عندي. صافي جات عندي قالت لي راه هبه ماتت وكلا الكينه ديال الطوبه. ما قالت لي نمشي ولا بعدا في السبيطار. ملي مشاو للسبيطار كتقول لي ديك السيده اللي معاها قالت لي انفو وصلنا للسبيطار. قالت ليها والسوسه اللي عطاتك الكينه ديال الطوبه؟ قالت لها المرحومه لا. ملي قالت لها ديك لا دا الطبيب بقى كيسولها كيقول لها شنو واكله؟ كدير له يديها بحال هكا الله اعلم. هادشي اللي قالت لي السيده وقالت قدام خديجه راه جالسه كتعاود لي وخديجه حاضره. قالت لي كيقول لها الطبيب كدير الطبيب بيديه ما قادش تهضر كتدير غير بيديها هكا. اللي كتقول لكم خديجه البنت واحد الساعه قالت لي انا نقول لك الحقيقه انا غنقول لك الحقيقه راه فلانه. واش انت فلانه هي اللي قتلت لك بنتك؟ ما غديري حتى شي حركه، ما غادي تشديها، ما غتضربيها، ما غتنفعلي عليها. لا خليتيها معاك وماتش بنتك، وانت عارفه بانها معترفه لك البنت. تقول لك فلانه هي اللي عطاتني وحده منهم، هي اللي عطاتني داكشي اللي كليت. اللي كتقولي انت ماشي سم، واللي كتقول لك انا في السبيط انا في الفوريان. بصح قالت لي صوري، هي اللي قالت لي صوري. ما كانش عندها تليفون، كان عندها تليفون صغير. ما نكذبش قالت لي صوريها. ملي بغيت نصور بصح قال لي داك السيد لا بنتي حرام ما تصوريش. وانا نجمع تليفوني اللي كتقول لكم ضربتني لهاد البلاصه هادي. انا ديجا عندي ثلاثه العمليات على عنقي، ما يمكنش ليا نتقاص اصلا في عنقي اللي غضربني هي. وانا ملي قالت لك مشيت عند رجليها كنقول ليها سمحي لي انا اللي عطيتك داك الشاهي بسمحي ليا. واش انت يا ام اللي غتسمعيني انا عطيت لبنتك ومني شتيها ماتش ما غديري حتى شي حركه؟ ما غتضربي ما غتنفعلي ما انا كون كنت بلاصتك انا غنقتلك بالعربيه حيت انا ام. ولكن انت اللي قلتي لبنتك قولي الكينه ديال الطوبه. واش انت خايفه من العبد وما خايفاش من الله خديجه؟ انا كنقولها لك وباقا كنعاودها. واش خايفه من العبد وما خايفاش من الله؟ باقي انا من نهار اللي شفتك دايره اللايف كتبكي فيه انا قلت راه واقيلا تحرك فيك شويه ديال الضمير. ساعه انت لا كي كانت المرحومه؟ المرحومه كانت ما شاء الله عليها ما تساهلش. ديك الام كانت تصلي، كانت دايره الحجاب، كانت شاده طريق الله بزاف. واخا كانت عايشه واحد الحياه لا اله الا الله محمد رسول الله، وبالعكس كانت تتقرا باغا توصل كي خلات هي باغا بصح كانت باغا تخرج عسكريه. وانت ما خليتيهاش اللي كتهضري بهاد الهضره هادي. واش انت خايفه من البشر خديجه وما خايفاش من الله؟ باقي ما تحركش فيك حتى شويه ديال الضمير. اللي كتقولي لعباد الله باغا تطلعي البوز شنو هو هادشي هذا؟ انا بعدا انا تنهضر انا ك
كي غنقول لك حيت فايته درتي قناه قبل ما تموت المرحومه بسيمانه حلات قناه قالت لك بغات الناس يتعاونوا معاها على وديت عينيها ملي قتلتي بنتك قلتي شنو غنديرها فلانه اجيها البنت حتى هي مشات اجي ندير قناه اجي نطلع البوز كي كتقولي انت بالمصطلح ديالك واش انت باقي ما بغاتش تحبك فيك الضميره خديجه ها انت قتلتي بنتك مشات للمقابر هضرتك شوفي النتيجه ديال الهضره ديالك فين وصلاتك ديال بنت اللي ما تستاهليهاش ما تستاهليش تكون عندك بحال ديك البنت انا تنقولها لك وتنعاود قتلتي بنتك قوت انا ما مني وجبد تقي عليا كولي امي غتقى عليا كولي كاينه ديال الطوبه عجبيني اللي باك ما مصاوبش لك وراقي كاين لي هذه اللي هذه انا راه سيد نشرب اخويا وما عنديش مشكل ديك الساعه ونجلس حداها حيت امي اللي قالت لي وانا خديجه ما تنسمحش ليك وما غنسمحش ليك والله ياخذ الحق الله ياخذ الحق هادشي اللي غنقول الله ياخذ فيك الحق اختي خديجه من الاخر وانا الحقيقه ديال هاد البنت اللي كتقولي انتيا هاد البنت هادي لا احقا ما ميت ما انتيا جبتي طوب سيلين كتقولي فيه بان البنت منتحره احنا عطينا السلطات عطينا للطبيب انا كنطالب بالطبيب بعدا انا بغيت هاد الطبيب هذا بغيت هاد الطبيب هذا اللي في مولاي عبد الله يقول لنا واش هاد الحق هاد الهضره شي انفو يقول لكم الطبيب هذا هاد الهضره اللي قالت هي صحيحه ديال منين جبدات ليها الحبه ديال الكينه ديال الطوبه منين جبدات ليك منين جبدتوها خديجه البنت مسدبها انا بغيت هاد الطبيب هذا اللي دار قال لك البنت ماشي في حاله ديال واكله الكينه ديال الطوبه انا كنطالب بهاد الطبيب هذا اللي في مولاي عبد الله كنطالب به شي انفو يقول لكم بصح قلت هاد الهضره هادي دكم طويله عليا كاملين كلشي دو طويله عليا ديك الساعه انا قلت لكم غير الطبيب انا ابسط الامور انا بغيت غير الطبيب شنو كاين في التحليلات في التحليلات ديري لها عندها انتحار انتحار بالطوب بالطوب خرج ليها عندها انتحار فيه داكور ما في كانت العلاقه ديالك مع هبه انا هبه كنعرف امها ما كنعرفاش هي الوقيتة اللي عرفت هبه عرفتها كانت تصاوب بصح واحد الدروب كانت تبيعهم كتصاوبهم باش تاخذ منهم الكتوبه الروشاج داكشي اللي خصها كنت تناخذو ما عندي نجبدهم لك عندي كاع الالوان حتى ملي بغات تموت هي ما وتشد بهذا الحق هذا خل وحق لي يلاه صاوبت لي جوج دروب قالت لي سوسن هادو ما تخلصينيش فيهم قلت لها لا علاش واش تقول لها الشيخ خديجه الا شديتي فلوس ديال هاد الدروب هادو ما تبقايش تهضري معايا عطاتهم اليوم ما تخلصاتش فيهم كانت تصاوب الدور ما عندهاش علاقه انا تنقولها باقا تنعاودها اللي كيسولوني واش كانت تتقصر معانا كتجلس معانا ولا هادي لا جامي ديك البنت تتصلي دايره النقاب الحجاب متدينه اخلاقها طيبه بصح ما تسالش ديك الام قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم